السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله نحن مع بعضنا النهاردة اختبار الأضواء على النص الشعري من كتاب الأضواء صفحة 40، وإن شاء الله مكمل مع بعضينا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2022. يلا بينا يا سنة رابعة نشوف الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يكبر ويوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد إن شاء الله. يلا بينا نشوف الاختبار بتاعنا. بيقول لي نشاط واحد، اقرأ ثم أجب. يا مصر أرضك تبر واديك مهد العظات، أيها الشعب المفدي أنت مصباح الشعوب، نلت في التاريخ مجدا منه تهتز القلوب. رقم أ بيقول إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد معنى كلمة إيه؟ العظات، الهدايا، الحيوات، النصائح، الحضارات. كلمة العظة هنا طبعا معناها إيه؟ معناها النصيحة. يبقى العظات هنا معناها إيه؟ معناها النصائح. رقم اتنين بيقول مفرد كلمة القلوب، القالب، المقلوب، المقلب، القلب. طبعا مفرد القلوب القلب. يقول رقم باء أكمل، يتحدث الشاعر في الأبيات عن إيه؟ طبعا هنا الشاعر بيتحدث عن إيه؟ عن طبعا عن إيه؟ عن مصر. رقم اتنين نال شعبنا نبض في التاريخ، نالت طبعا إيه؟ مصر في التاريخ إيه؟ طبعا هنا إيه؟ مجدا. نال شعبنا ايه؟ مجدا ايه؟ في التاريخ. رقم جيم بيقول هات من الابيات رقم واحد تعبيرا مجازيا. نقرا الابيات مع بعضنا ونشوف طبعا ايه التعبير المجازي. يا مصر، طبعا هنا يا مصر هنا ايه؟ تعبير مجازي. صور مصر بانسان ايه؟ ينادى ايه؟ عليه. بالتعبير المجازي هنا كلمة ايه؟ يا مصر. رقم اتنين بيقول كلمتين لهما نفس ايه؟ النهاية. يعني ايه؟ بيتفق مع بعضهم في النهايات. عندنا كلمة ايه؟ الشعوب، القلوب. هنا كلمة ايه؟ الشعوب اخرها باء، وكلمة القلوب اخرها ايه؟ باء. شعوب والقلوب هو توافق ايه؟ نهاية الابيات. نشوف رقم د بيقول ضع عنوانا مناسبا للابيات. طبعا ممكن نقول هنا ايه؟ مصر العظيمه، مصر العظيمه. النشاط رقم اتنين بيقول لي اجب ايه؟ عما ياتي، عما ايه؟ عما يلي. رقم الف اكمل بما هو مطلوب مما بين ايه؟ القوسين. عندنا رقم واحد نقط مبدعون، عايز مبتدأ ايه؟ عايز مبتدأ مناسب. ممكن نقول ايه؟ الفنانون مبدعون، الفنانون مبدعون. رقم اتنين المباراة نقط، عايز خبر مناسب. ممكن نقول مثلا ايه؟ المباراة جميلة، او المباراة ممتعة، المباراة ممتعة. المباراة ايه؟ ممتعة. رقم باء بيقول لي ايه؟ صوب ما ايه؟ ما تحته خط. رقم واحد الرئيسين محبوبان. عندي هنا الكلمة هنا اللي خطأ، كلمة ايه؟ الرئيسين. الرئيسين هنا ايه؟ مبتدأ، والمبتدأ بيرفع بايه؟ هنشوف الخبر هنا عندنا ايه؟ الخبر هنا مثنى، فلازم برضو يكون ايه؟ المبتدأ مثنى، والمثنى بيرفع بايه؟ بيرفع بالالف. بينا نقول ايه؟ الرئيسان، الرئيسان، الرئيسان. محبوبان. رقم اتنين بيقول لي الغابات واسعة، الغابات واسعة. عند الخاطئ هنا في كلمة ايه؟ الغابات. هنا حاطط عليه فتحة على ايه؟ على التاء، واحنا عندنا ايه؟ المبتدأ بيرفع بايه؟ بيرفع بالضمة. يبقى كلمة ايه؟ الغابات. بالعلامة هنا ايه؟ نقول ايه؟ الغابات
خلاص كده ملغبته ايه؟ واسعة. رقم 3 بيقول الطرق نظيفة، الطرق نظيفة. عندنا كلمة الطرق هنا ايه؟ جمع ايه؟ جمع تكسير. طب وجمع التكسير بيرفع بايه؟ طبعا الجمع التكسير بيرفع بالضمة، يبقى هنا ايه؟ الطرق، الطرق، الطرق نظيفة. يقول رقم جيم املأ الجدول الآتي الأمثلة. السماء رقم 1 السماء صافية، السماء صافية. المبتدأ طبعا عندنا هنا ايه؟ كلمة ايه؟ السماء، اللي احنا عشان ايه بدأنا بيها الجملة، يبقى هنا ايه المبتدأ؟ كلمة ايه؟ السماء. الخبر طبعا هنا ايه؟ كلمة صافية، صافية. طب علامة الرفع هنا ايه؟ طبعا علامة الرفع هنا الضمة. طب ليه يا مستر؟ اقول عشان خاطر هنا ايه؟ الاسم هنا عندنا ايه؟ مفرد، بعلامة الرفع هنا ايه؟ الضمة. رقم 2 اللاعبان ماهران، اللاعبان ماهران. المبتدأ طبعا كلمة ايه؟ اللاعبان. والخبر طبعا كلمة ايه؟ ماهران. طب علامة الرفع هنا ايه؟ هنبص كده على المبتدأ بتاعنا والخبر، هنلاقيهم ايه؟ مثنى. والمثنى بيرفع بايه؟ طبعا هنا المثنى بيرفع، وعلامة رفعه ايه؟ الألف. بعلامة الرفع هنا ايه؟ الألف، عشان هو ايه؟ مثنى. رقم 3 بيقول لي الفلاحون نشيطون. المبتدأ طبعا عندنا كلمة هنا ايه؟ كلمة الفلاحون. والخبر طبعا كلمة ايه؟ نشيطون. طب علامة الرفع هنا نبص كده على المبتدأ والخبر، هنلاقيهم ايه؟ جمع مذكر سالم، وجمع مذكر السالم بيرفع، وعلامة رفعه ايه؟ طبعا ايه؟ الواو. بعلامة الرفع في المذكر السالم ايه؟ الواو. رقم 4 بيقول لي الطبيبات، الطبيبتان رحيمتان، الطبيبتان رحيمتان. بالمبتدأ عندنا كلمة ايه؟ الطبيبتان. والخبر طبعا كلمة ايه؟ رحيمتان. طب علامة الرفع ابص الاول على الجملة، الجملة تحت ايه؟ جمع مثنى، والمثنى هنا بيرفع بايه؟ طبعا بيرفع وعلامة رفع ايه؟ الالف. وبكده يا سنة رابعة وصلت معاكم لنهاية الفيديو، أتمنى تكون المراجعة عجبتكم، يا ريت متنساش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.